أول ما تران لا يا سميزي والله ما توقعت حمونا اوكي رباني وسكريتي حلو رباني ويونس يرباني ويونس انا الحقهم واحد راح يقتل الثاني اكس ودي رباني اكس ودي رباني اوكي تكريتي ودي رباني اوكي الحلو لما نصير لعيبة بصير جد تعرف تصير امبوستر تقدر تحكي مهام كذبية بتقدر تتفيك الوضعية جلطن بوستر جلطن بوستر صار عامل هاي المهمة مرتين الوحيدين اللي راحوا على الشمال هذول الاثنين شباب مبدئين انا غير ابو الدرباني وكريستال ما شايف واعرف مكاناتهم وين اوكي فاسيري وين مكانك نافيجيشن عند الشلت عفوا زين راح اسال جلطه شو مهامه اشوف شو الموضوع اني سويت مهمه الاضواء وحاليا بين الشلت والكم اوكي جلطه وين مكانك اول انا فايت على الويبن شافني مهام يونس لا تقول لي شافني انا حاليا على في الادمن تقريبا عند الداونلود عند الابلود زين طيب تكريتي الجثه وين بس عشان اعطيك مين الاول قاتل بسرعه بالالكتريكال على اليمين الكتريكال على اليمين طيب اول قاتل يا سيدي العزيز وتتفاجئ ايش انك لقطت ارجع البث وشوفها وهو جلطه لسه بدي شنو الدليل ما حلو طبعا. اول ما بدينا الجيم عمل المهمه معاي اللي بالكافيتيريا رحت انا لفيت لفتي عملت داونلود وصلحت النافيجيشن ونزلت تحت كبيت زباله رجعت لقيته راجع على الكافيتيريا نفس المهمه يعني فاهم يعني حتى ما فيكها مزبوط يمكن تخرب ما بعرفش دافع عن خليه يدافع اصبر خليه يدافع عن هذا ما جاوب اسمع احتمال كان واقف انت كثير ذكي ماهر على ذكائك يا بنطينا انطينا طيب انطينا يعني انا شكيت بحالي الصراحه طب حلل هات يلا دافع اول شيء انا المهمه اصلا ما عملتها هيدي ضليت رايح فت على الويبن عملت المهمه اللي بالويبن ونزلت دغري على شو على النافيجيشن ماهر بس انت وقفت عند الكافتيريا عند المهمة كنت عم باخذ كيس البطاطا من بهاء كيس عادي وين مشكلة يعني حلو وقفت ان شفتني واقف ما انتبهت اصلا كنت مهمة يعني جابت جابت انت عندك مهمة بالكافتيريا عندي مهمة بالكافتيريا طيب ليش من اخذت كيس البطاطا ليش مسويتها يعني فت دغري مع الشباب على الويبن من لما دغري دغري فتت على الويبن انا مقتنعت اذا انت اقتنعت من وانا كمان هسه شوف اللي كانوا هسه الان على جهة اليمين ماهر في الويبونز السيريان كان في النافيجيشن لما تركته هو لحظه ماهر شو بقول لك الجتي وين بالالكتريكال ماشي طيب ممكن تكون قتلت جابني لالي حلو الكتريكال فنت للمدبي ماشي الكتريكال فنت للمدبي وبترجع الكافتيريا عادي خلاص اللي مقتنع شبابي هسه جلطه من وين وين هلا جلطه بالكافتيريا بين الكافتيريا والويبونز جلطه عمري انا بين الاير تعرف ان انا صار احب اصير كرو احقق اكثر ما اصير قاتل والله طب هسه اوسم وين كنت الان اوسم كان على اليمين يمين مشل توغوموري درباني انا وتقول لك تكريتي انا وتكريتي وكريستال مع هذول دول الاثنين شايفهم مضمونهم يعني شباب خلينا نحكيكم صراحه على الجيم على الجيم اسمع اسمع من حدك مرتين شباب بس اسمحوا لي بس ثواني على الجيم الفات شلون لعب بينا وشلون كان جيم كلش حلو لازم نحقق من صدق بعد ماكو هاي مال تطرد واحد بكيف المهم سريع سريع هو باقي 20 ثانيه انا مش شايف هذا لسه يعني سكيب فورد بس انا عندي صص على يعني انت يونس انت انا طب انا مين اللي كان معي بالكافيتيريا مين اللي كان معي بالكافيتيريا
يونس في الكافتيريا كنت في الويبونز بتسوي طيب داونلود. يعني بقول لك اخذ كيس البطاطا، اخذ كيس البطاطا عند المشن يعني. لا ما هو برضه جلطه كان طيب صص نقدر نحط عليه صص. يلا رول بلاي شباب، ما راح يقتلوني مش راح يخلوني اكمل. اي نو تو ماتش راح يقتلوني هسه تشوف. جلطة شخصية راح يقتل لي هلا بتش اللي هو رسالة أسيريا. حلو رباني. كريستن انا لا 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 أو سمعت تركت أسيريان وكريستال ماشيين على اليمين ثواني بالستورج رايح على اللور انجن لقيت واحد طالع من البنت حلو طيب المشكلة هي انه انا تكريتي وكريستال من هذا الواحد طيب تكريتي درباني تكريتي مريت انت مريت عشان بدي اريحك تكيتي بس بشغله بعدين انت مهمتك انك تحقق بس انا لازم احكي لك شيء هلا احنا عملنا اجيت انت عندي على الليكتريكال او عفوا ابو درباني اسالك سؤال جاوبني عليه طيب. واضح ايه. شنو اخر مهمتين سويتها الالكتريكال رفعت القاطع ورحت عبيت من الاسترج القلن الثاني ورايح لللور انجن احط القلن اوسم طلع لي من الفنت هيك دايركت اي فنت درباني اي فنت شباب لان انا شفت درباني اصبر اي فنت يا درباني تكريتي توني مجال يا بلعب انا اعرف اي فنت انا كنت بالاسترج بسمعني انا كنت بالاسترج تمام تكريتي اقبالي تكريتي طلع اقبالي انا دارك ظور كان طلع درباني من الفنت ما شافني ومن شافني بعد ما يعرف شو يسوي والله داغ ظل مسطور اوسم اقول لك على شغله اقول لك على شيء قول يا شباب سؤال الفنت مال الكتركل من يودي على السكيورتي والميد بي اوسم انت قاتل على السكيورتي طيب انا انت قاتل تعرف ليش لانه انا من جيت باتجاه اللور انجن ابو الدرباني عرفته بالالكتريكال وراي وين فات على الفنت مين فات 100% لا او الدرباني طلع قدامي من الالكتريكال راح على اللور انجن فراح ماشي على الاقدام يعني هذا انا شفته بس لحظه في موضوع ثاني موضوع ثاني تماما احنا في جثتين اصبر طيب اسيرا شو اخر مهم عملتها كان في فيوز بالكوميونيكيشن على اليمين جنب الدخله حلو انا قبل 15 ثانية اصبر شوي ما عشان تعرف القاتل الثاني حبيبي لانه القاتل الاول عرفناه اصبر يا اوسم اسيريا اصبر يا اخي خلنا نوكل خرايا معود اوسم بدنا نحكي اسيريا تركتك قبل 10 ثواني انت وكريستال رايحين على اليمين صح دخلت الكتريكال وين تركت المغدور وليش ما تجمعه او ليش ما بلغت انا حكيت لك عملت الفيوز شفته واقف بتم الباب فوق عندي فطلع شوي على اليمين انا رحت يسار على الستورج صرت عند الكافتيريا يوم وصلت عند الكافتيريا اجى الريبورت هلا انا عندي يعني اوسم راح اصوت بناء على الكلام اللي انا شفته الديرباني طلع قدامي ماشي هذا مو درباني وماهر انا قصد ايه اثنينات شباب يلا درباني شفته بعيوني ودربان وماهر شهدت لي طب صبر دعوا لك لا يلا ابلع صبر درباني دام واحد يسلق الثاني روح سلق الثاني يا اسيريان يا جلطه منتهي اذا طلع درباني او تكريتي بكون جد حدق كونوا جد حدقين يلا مو مشكلة حلو اللي صوت علي أسيريان وأوسم أسيريان ترى انت ما تعرف لا لا انا بس ليه
واز الامبوستر عليك صحيح مار اكبر بالقيم وكذ القوانين وشقك مار عليك صحيح يا ابو معود خلص لقطه جلطه هسه ما لقيت تاخذ كيس البطاطا اللي هون 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 تاخذ كيس البطاطا شوفي يا اخي يا معود شككت فيك قبل شوي عوف كيس البطاطا رجع الكهرباء للموت ابو تكره معك شمعه رجع الكهرباء اللي بوصل الكهرباء متوفى طب طب اوسم اوسم ليش الخريان ليش تخرب على الولد اوسم جد ليش تخرب هلا احنا عارفين انه اسيريان يعني منتهي ليش بعرضه يعني ايش ترى قلت له اسيريان ترى انت ما تعرف تلعب يعني مين القاتل لا لا صبر أبوي؟ صبر لا هدي شو ابو محمود حلو 90% القاتل تكريتي حلو حلو ايوه حلو هاك حاجته يا طارق اعطينا واحده يا حلو لا لا دقيقه دقيقه قنعني خليه يكمل خليه يكمل قنعني من سوى اللي دفين يا بندفن دفن الله وجهك اصبر خلنا رول بلاي يا اخي اسمعكم يا بنت شبح شبح انت سول هسه روح ممنوع تسول اكثر ما عجيت يلا طب يلا يلا اسيريان القوم بس ما قنعت لحظه شباب لحظه ما قنعتش الميتين معلم لحظه ممكن اوسم ديفيك على اسيريان انه دي يقول لكم اسيريان قاتل بس انتوا لا تنسوا النصاص الاول على جلطه كمان 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 على جلطه ممكن ممكن لانه ابو محمود تكون انت حبيبي ابو محمود لحظه لحظه مرخصتك ابو محمود لانه بهالمعلومات صارت والتحقيق والسوالف هاي احنا جلطه ما شفنا بهالاحداث لا شفنا ويا اسيريان وكريستال ولا انا شفته ويا درباني واوسم يعني جلطه اختفى من الساعه ثواني ثواني مين قاعد يضحك من شوي انا راح اصوت سكيب بوت انت احتمال يلا انا راح اضحك كثير يلا عملوا علي اسيريان ترى جلطه 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 كريت كلير 100% جلطه جلطه انا جلطه جلطه ما موضوع الكيس البطاطا دخل بخي والله ايه على مين يلا درباني يلا اعمل ريبورت على مين ما بدك ما راح نبعض الجيم الو مبارك مبارك طب سووا مهام الميتين الميتين ترى مخلصين مهامنا احنا يلا رول بلاي مين اللي ببعبص بالخريان؟ ايه من خرا مين اللي مش معنا الوحيد جلطة جلطة مش معنا جلطة مش معنا وين جلطة؟ جلطة جلطة يا خي يا اخوان يا سلام يا قاتل تكريتي حدي قدامي احوي حدي وين عم تضحك كمان ترى الدربان مين عم بنعمل ريبورت بنعمل ريبورت انا عملت ريبورت يلا لا الدرب لا اسيريا ولا تكريتي طلع ترى الدرباني انت يعني والله العظيم صاير خبيث حلو حلو طيب خلصنا الزبده تحت اجريه تحت اجريه والله هسه بدون حلفه بدون حلفه خلص اسيريا مين اقلعك شو الوضع اوكي طيب دخلنا خلينا احكي دخلنا دخلتوا انت واسيريان ماهر تسكر الباب غير هيك بطل يطلع من الباب مزروق ما قادر يعمل مسكر أنا الباب ماهر انت حكيت خليني احكي تكريتي انا وتكريتي وقفنا على الباب اجى جلطه من ورانا قتل تكريتي وعمل ريبورت قبل لا انا اعمل الريبورت اتهام مباشره على جلطه بس عليك. وانا هي هيك صوت بلغوا شباب لا صبر صبر شو اسيريان لا لا اذا انتوا مقتنعين فيه انا بلغت عليه لا انا بالدرباني ماني مقتنع فيه شباب اذا انتم مقتنعين بحكي وخلص هلا ما حدا يحكي لا انا ولا هو هلا طيب هلا انتم خلصتوا اللي عندكم خلصتوا اللي عندكم دورنا دورنا خلصنا. طيب اسيريان انا ملاحظ انه انا وانت ودربان وتكريتي كنا مع بعض
أربعة أثناء، والمفقود الوحيد جلطة يحاول أن يستفرده بأحدنا والله أعلم. أنا مخلص مهامي. إيه؟ أنا مخلص مهامي. أنا فايت ماهر من ستورج رايح على فتش عليكم ما لقيت حدا أصلاً. طيب جلطة إذا على أنا. لور أنا إنجن لقيته مسكر الباب والجت تحت جريم ما عارفين. خلنا أقول لك شغلة إذا أنا. حد لور إنجن هاي مسكر الباب. جلطة. وين الإلكتريكال قدامه. طيب اذا انا يا جلطة اسرع واحد تقريبا في المهام مش مخلص مهامي انت مخلص مهامك. انا مخلص مهامي ما. انا خلصت مع كيس البطاطا ولا بدون. بقول لك انت اقتنعت اقتنعت بالي يا اخي ما بلك انت تحت. انا ما اقتنعتش ما اقتنعت انا 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 شاكك بصراحه ابو الديرباني. ليش يا ماهر؟ ليه؟ لانه اوكي محاسنه محاسنه فاكين بودي بولدينج والله من اول قلت لكم جلطه من اول. خليني كفي خليني كفي انا عرفت كيف العبها معكم بس لا حلو الرول بلاي حلو الرول بلاي ابو الدرباني ابو الدرباني ما تعمل شيء ها ها ومي هي انت ما بصير ما بصير وحتى اوسم اوسم لا وحتى اوسم لحظه خليني لحظه شباب شباب ممنوع حدا تحكي ممنوع مضبوط مضبوط اسمع ممنوع حدا يحكي شباب صح صح اسمع اوسم اوسم حتى انت ابو الدرباني لا افتح لا حلو لا لا بلغ ثواني هذه مش حلوه يعني لا خلنا اقول لك لا اسمع مزبوط مزبوط اسمع اسمع احنا بنحكي على الرول بلاي يا ولد يا ولد بس ثواني خلنا نحكي بنحكي على الرول بلاي بتفتح مايك بتقول عمي درباني طلع من الفيد قدامي ايه بدون ضحك وبدون هذا فهمت كيف انه عشان تقنعنا ماهر هلا انت بدك تحكي انت بعرف انا قلت لك يعني انت هلا احكي لنا عنا انت رجعت لا فيك خلص جلطة انا شاك فيك من اول طب انا شاك فيك من اول يا عمري لا 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 كيف لازم يحكي يا ما هو انت حكيته هو لازم ليش بدي يقنع سيريان لحظه ليش بدي يقنع سيريان هو اصلا منه قاتل ليش بدي يقنعه عشان تطلع لان انا مقتنع عنك انا مقتنع فيه سيريان مقتنع سيريان لا لا بس انا اللي عملته انا اللي عملته اوسم بلش اوسم بلش هو اقنع سيريان الغلطه مالتك المشكله جلطة بس صح صح شباب مالتك انه انت ايش قتلت يا الله لا بلا بلا انا ماشيين مع بعض ترى ما بيعرف شباب احنا احنا بس بس افهموا علي احنا عم نحكي احنا بدنا نكمل المهمات بسرعه ماشي احنا مش ضد حدا احنا بنحكي لتحسين الرول بلاي تحسين الرول بلاي فعلا موضوع انه لا تعال 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 لا بلاش يا اخوان فلان قتله قدامي ايه وكله بيسمعوا ايه بالضبط ماهر بحيات اولادك ما كنت قناعتك ولا لا والله شوي وكنت اقتنعت بدرباني حبي انا بقول لك رول بلاي حلو ايه ابو درباني هو اللي نزعه لا لا ما لها دخل بس هو انا ميال لك اكثر نزع كنت نزع صاحبك نزع, نزع لا 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 والله انا ميال لك اكثر نزع جلطه نزع من اول وقفتك مرتين قدام الهاي مو مضبوطه كيس بطاطا بتقول لي والله والله كان منك كيس بطاطا خرب يومك رول بلاي فوت فوت بالفنت لا بس الأمانة جلطة لعب حلو يعني شوي وقنعني هاي شنو وات هذول الاثنين الضحايا راحوا على شمال تمام أنا اللي شفته جدت أو مصعب اوكي شيء بلش بكريستال كريستال وين كنت كنت في الادمن عملت مهمه في ستورج سلوك ورحت على الادمن كملتها وطلعت على الكافيتيريا بالادمن سلوك في مهمه بالادمن سلوك شباب على باب الادمن برا هي على باب الادمن بس بلشت أوكي. فيها انت كريستال انا زي ما عملت اول شيء الزباله السلوك السلوك وين عملتها انت طب صلى على النبي رحت على اوتو اول الجيم عملت الزباله خلصت رحت ستورج تبيت الزباله في ستورج منه فوق في سلوتش عملتها وسندت على الادمن عملتها اوكي وماهر كان يعمل داونلود واوسم كان يعمل مزبوط منطقي يعني شوي الكلام اوكي ماهر والله ماهر لو قال كريستال لو قال بلش سلوك لا شوف لو قال بلشت سلوك في الادمن كان انمسك على طول لانه السلوك يا ستورج الكتريكال صحيح زي الداونلود شباب
الجتة ما حكفي معك. لا لا تحكيش تحكيش بس لحظة يا عمي. انا اللي بلغت. بعرف بس ماشي بدي اقول لك شغله. الجثث غالبا شمال مظبوط. لحظة حدا شايف واحد ماشي مع مصعب شيء؟ لا لا انا عم بحكي كجتة مصعب. لا لا وفي هيكس كمان نساش. ايه انا شفت بهيكس هذول اظن راحوا شمال يا جلطه. راحوا شمال هذول ماتوا شمال هذول اثنين. ايه هذول صح. انا مين اللي شفتهم على اليمين؟ من شمال من شمال كريستال يمين اسيريان وتكريتي شفتهم يمين. لا مش تكريتي اسيريان ومين انا بس توين شوف ليش هيك بس مثلا انا وانت يونس وبدي رباني كنا يمين راني انا هم كنت يمين انا اسيريان ما شفت يا بس سويت الوبن وطبت بالنافيجيشن كريستال يمكن شافني بالنافيجيشن حلو وشفت كريستال بالستوري ورجعت رحت على الشيلد وبعدين هسه انا بالادمن شنو ما شفتني باليمنى. طب عندي سؤال يا اخوان بس خلينا نحكي او انت لا وماهر لا اذا تكريتي وين انت موقعك هسه بس ترى تحقيقنا قوي لازم نصير نحط ثلاث انبوت تكريتي تكريتي بالبنت تكريتي وين انت الريبورت جلطه يا حشافه بس ثواني شباب بس شنو يعني شنو انت وين موجود مكانك ابو حبيبي كريستال اول مهمه سويتها بالاوتو حلو الكلام حلو ثاني مهمه سويتها بالنافيجيشن ثالث مهمه رجعت سويت يعني اخذت القلم مال البنزين من الستورج وطلعت باتجاه الادمن عندي مهمه مال ربط اسلاك بالادمن وبعدين عندي جنب المهمه مال الابلود بس هذا اللي سويته رباني انا عملت الشيلد الطابة مين كان جنبي كان في اثنين جنبي ليش مين ماليش فيه انت شو هسه مكانك وين بالضبط شفتك موجود مكانك وين؟ بقول لك بالشيلد. بالشيلد. أسيريان. آخر شيء وين كنت أنا؟ أسيريان كان جنبي. أنت أسيريان كنت. استغفرك يا رب ولا تغلك يا الله. استغفر الله. يونس. كبيت الزبالة وطلعت لفوق إجا ريبورت. يا أخي. اتبس على الخريطة. اتبس على الخريطة. تشوف وين مكانك. أنا بالكافتيريا باب الكافتيريا طالع يعني طالع لفوق. يونس. انا حاليا في الستوريج تحت في الزاويه بكب الزباله ترج ومصعب مصعب ميت. مصعب الله يرحمه ميت مش عارف انا لاني جلطه حشافه جلطه الجثه الثانيه انا شفتها شباب جيت ابلغ عليه بس جلطه ابلغ وين وين على الادمن في الميد باي في الميد باي سوري في الميد باي يعني لحظه بدل لك شغله هذا اللي قاتل فايت الكتريكال معناته القاتل طلع من الفنت ورايح ميد باي بعرفش انتو شو حللتوها كيف حلو اللي بلغ علي اثنين امبوستر شباب الجثة تيكس في الميد باي مفيش وقت الواحد يكمل هذا شلون راس من جنبي وسام شباب سويت سلوك من النافيجيشن ماشي انا ونازل كان طالع يونس ماشي وصلت على الشلد طالع من الشلد رايح على ستورج قبل ستورج سكر الباب هاي شغله يونس على فكره ماشي الجتة حقول وين لانه اصلا مارق من حد يونس ماشي الجتة بالالكتريكال وانا شاكك 90% يونس شغله يونس لانه تسكر الباب وصلت على الجتة زين اوقف خلي يحكي يونس ايش عنده ما عنده ما بقول لك حلو لا اسمع ترى توغو موري قدامك يا اخوان بدنا ننزل بطوله كاس العالم بامونجاس اوسم جاي كان من جهه المدبي ثواني كمان هو بيقدر يقتلني كان قتلني بس عنده وقت ليقتل بس خلي اقول لك شغله حلو انا شفت اوسم ليش تتدخل اوسم ليش تتدخل يا باشا غيرك تتدخل يلا هل يحكي اللي عنده اسكت انت ما كنت شايف شيء ليش عم تتدخل عم تضيع الطاسه هيك انا حاطط التهمه على يونس
يا ابو اوكي انا بالمد يعني اوسم مبين انت معه وعم تتهمني كنت قبل شوي يا ابو ما اتهمك اني انا اتهمتك قلت لك اني اسمع اتهم على يونس يونس لازم يحكي مش ما يخليني احكي لانه غلط تحكي اصلا بلا لحظة عم بتوجع راس صار يا زلمة طيب انا ثواني. انا ابو اللعبة ما طيب بعد صلوا على سيدنا محمد راح جايين نتونس جايين نتونس يعني طيب. عادي يعني هلا بس يجي وقتك بتحكي طب مرة ثانية جلطة ليش شاك بيونس مرة ثانية؟ انا ما تبعت ماهر قلت لك انا فتت على النوفيكيشن ماشي اول ما فتنا عملت مهمة السلوك ونازل لتحت وصلت على الشيلد عملت المهمة كان مرق من حد يمين بسرعة راكد يونس اوكي اوكي خلصت المهمة هاي بتاعت البرمي عرفتها اللي بتبرم بتوصل الكهرباء ببعض اوكي رحت انا ورايح واصل سكر البواب على الستورج ضليتني مكفى فتح الباب ضليتني مكفى وصلت على الالكتريك كان في جدي راكد يعني ركدته ركدت واحد قاتل يعني بده يغير مكانه اوكي يعني جثة جوا الالكتريك ولا برا الالكتريك جثة جوا الالكتريك اول باب الالكتريك طيب انا اخر واحد شفته طيب اوسم شو وين كنت شو عملت اخر شيء اخر مهمتين لك نظفت الزباله تمام ورحت في المنطقه اسمعني شد بالكافتريا اوكي رحت على المدبي وظلت بالمدبي ولحد ما طلعت من المدبي على اوبر انجن رحت على السكرت اشوف ايش بيها ما بيها لقيت شو المهم اللي عملته بالمدبي حلو شو المهم اللي عملته بالمدبي السكان سكان اوكي انا مشان هيك حبايه جلطه شكيت باوسم لانه جاي من جهه المدبي وانت بتقول جثه بالالكتريكال فاما اوسم واما يونس انا هذا قصدي لو اكو شباب. واحد لو قاتل لو رجع المدبي علي لو يجي على السر نشوفه تفتهم شلون طيب نحن تركنا الاثنين بالمدبي وبالسيكوريتي طب يونس لا يونس ما دفعت عن حالك بالمره يونس ما خلوني احكي انا حكيت هلا حكيت تفضل تفضل ما اوسم بده يتحشر يحكي طيب اوكي بلش الراوند انا نزلت على ستورج فضيت الزباله جهه الالكتريكال اول شيء ما وصلتها ورحت على اليمين سويت الشيلدز وانا طالع جلطة نازل وقف عند هاي الكبسة اللي بتسوي درايفت باور طلعت بدي اسوي محمد السلاك لاني سويت اولها بالستورج كانت الاكسجين ضاربة وما مش مجال يونس خلال يونس خلال الوقت مر عم خلص الوقت لا 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 ما خلت الوقت جواب سكيب شو السكيب يا عمري شو السكيب شو السكيب يا لحظه نشوف شو السكيب ترى شايف راكد انا راكد ركضت قتيل يونس عم يقتل مو مبصر مو مبصر يا عمي دروح جلطه دروح انت دروح عمي جلطه بعرتنا ركضت قاتل يا عمري شايفه والله ركضت شو ترى انا شفت الجده ليش اوسم خليه يحكي بده يحكي يتفصحن اوسم مام بده يحكي بشيء بخصه بالدنيا كلها اوسب اوسب قاتل لا والله بدي اطيره يا قلت لك اوسم يا قلت لك اوسم قلت لك اوسم قلت لك اوسم اجا من جهه المدبي بعرفك بعرفنا بس جلطة انت شككت بسمير بس اخر كلمه حكيت لرباني حبيبي الله يستر اهل غزه يا رب حبيبي يا كل وكفو جيت احكي لكم انه ديرباني امبوستر يعني اخر كلمه حبيبي اوسام اوسام بس حتى يونس بضيع وقت اوسام حبيبي بس كل واحد يا رجلي حبيبي مش انا انت انت حبيبي رولي بلاي ما انت عاجبك هذا اللاعب يعني ترى على فكره على فكره الكل اللي صار بالالكتريك اللي شافه شو اسمه جلطه ترى اوسام اللي كان عامله ايه وخلى يحكي ما خلى يحكي ترى هذا مش مزبوط يا ماهر ياب هو هذا اللعب ترى يا شباب اتفقنا نحن من لعبة هذيك بس اللي بيعمل ريبورت هو بيحكي هو اللي بيحكي لان انا شكيت قلت اتهمه ولا لا كل هو بداية البث انت يمكن جاي متأخر اتفقنا اسمع هي الفكرة وين شوي اوكي اتفقنا اليوم ما نحكيش بامور سياسية لانه امبارح دقينا ببعض كثير خلينا ببثنا اللعب والسوالف هاي غير ما نرجع نفتح مواضيع سياسيه بعد اذنك يا كلوة فالله ينصر اهلنا بغزه بس راح نصير ندعو لاخواننا بفلسطين وهدفنا الرئيسي اسرائيل وغزه فقط ما قلنا بالسوالف الثانيه لانه احنا العرب صعب نتفق حبيبنا يا كلوة
يعطيكم العافية شباب. أنا كنت مأفك بالكافتيريا، مش راح أحكي وين الكل أول شيء. أوسم أنت وين؟ أنا حاليا بالشلد عند ال... نسيت أسد المايك. عند الأضوية. هيكس رياكتر. رياكتر. تيرباني بالإلكتريكال. بالإلكتريكال. جلطة الأوتو. أنا أوتو. تكريتي بين الويبن وبين الكافتيريا الممر. بين الويبن الكافتيريا. مصعب على باب الأوتو. الأوتو. ماهر أنا ميد باي. ميد باي. طيب أنا كنت واقف عند طاولة الاجتماعات بالكافتيريا، تمام. راح على اليمين ماهر و أوسم أعتقد وجلطة اللي انتبهت لهم. جلطة معي على اليمين بالأوتو. أنا على اليمين ما رحت. أنا اليمين أنا نزلت من ستورج دغري دايركت، رحت على الشيلد، عملت هاي مهمة الطابة. أنا ما نزلت يمين، ما رحت يمين ورجعت طلعت طلوع على الأوتو. ولا أنا شمال على رحت. باب أنا بلغت على السيريان، الكل على باب الكافيتيريا ويبونز بالضبط. يعني هذا الكل اللي صار أول الراوند تقريبا. تكريتي أنت، أنت مو قلت كنت على باب الكافيتيريا ويبونز؟ باب كافتيريا وبين موقع جيمي. اوكي بقول لك جثة غادو بالضبط كان على باب الكافتيريا ويبون، يعني وين كب الزبالة لتحت منها شوي بالطريق للويبون. لا انا ما اشوف هذا الطريق، ما شفت حدا. طب هلا هلا بدي احكي شغلة. هلا انا كنت بالويبون بسوي الطقطقة تمام. لا 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 دينا مو جبر خواطر، زبطت الصوت. صوتك كان طالع من الشيل دفوق لعند الويبون. ما شفت حدا، ما بتهم حدا لانه. طب صوص على مين هسه؟ ما شفت اي شيء. ما انت ما بتهمش حدا، بتقول حطوا صوص علي كون انا عملت ريبورت. حطوا صوص علي بس كمان انا مبدئيا ما بشكك. طيب سكيب صلي انا شاكك جلطة. يلا مصعب قتل قدامي. شباب بالله عليكم لا تخربوا الرول بلاي، والله مع الرول بلاي احلى، والله الغموض والسسبنس هيك احلى. يا مصعب هسه تركتك. يونس وين كنت؟ او انت وين هسه؟ كافتيريا. انت حاليا بالكافتيريا. هيكس سكيورتي. بالسكيورتي. درباني الادمن مع زلطه. تكريتي وماهر انا اوتو. انا بالالكتريكال اوتو. انا السؤال بس سؤال أوتو. وين جثة يا وسام؟ الجثة حاليا باللور انجن. سيد هيكس انت على الكاميرات ليش ما حكيت؟ ترى ما في كاميرا باللور انجن. لا هي باب باللور. لحظة انا سكيورتي. طيب انا مشغل الكاميرات، اتوقع شفته انه الكاميرات شغاله صح. حلو حلو هيكس، انت كنت كاميرات وما عارف انه انت كاميرات ومفتوح الكاميرات كيف؟ عم اقول لك انت شايف انه الكاميرات شغاله صح؟ زين ايه. حلو ما في كاميرا على الور انجن. انا سوري ريبورت انا المفروض احكي حسب الرول بلاي. سؤال لك اكزاوي، انت مشغل الكاميرات ما شفت احد راح على السكيورتي او صعد على الاوبر انجن؟ اول الراوند اوسم مشيت انا وجلطة يسار صح؟ جلطة رحت على رياكتر. لحظة لحظة ليش قال لك انا حكيت على الكاميرا؟ هلا انا عم بحكي لك شغله. هيكس ركض معي من الكافيتيريا، خليني بس هيدي النقطة. ركض معي ركضت بده يقتلني راكد، انا ضليت راكد لتحت قام تركني وفات على الرياكتر. ليش لما فتنا بلش الراوند فينا قلت لك فورا من لما فتنا من لما فتنا ايه وبعده هنيك هيكس وفاتح الكاميرات. يا هو شاف القاتل هو
اسمه هو قاتل كمان يونس. معه ما بده يحكي. انتوا شو رايكم شباب؟ انا ما وصلت جهه لليسار كلها. انا انت ابعد السوق قلت حلو. انت وين دخلت؟ انا مشيت على مصعب الالكتريكال. اي طلعت انا من الالكتريكال رحت ستوريج، مصعب راح يسار. انا من الستوريج طلعت بلوبر انجن. انا ما حكيت في الاوبر انجن، حكيت في الكافيتيريا. بالكافيتيريا يعني؟ طب هي يعني يونس لحظه يونس مرتين بالكافيتيريا، سجل عندك نقطة يعني ما بش شيء. بس ليش مرتين بالكافيتيريا؟ خلينا نحكي أول الراوند. أوسام مشيت أنا وجلطة على اليسار حلو؟ أوكي. أنا دخلت رياكتر وهو كفة تحت، دخلت على الرياكتر لأنه ما لحقت أعمل خليني أكل خرا. إيه ما عم بسألك شو عملت مهمات. أول مرة ما حد ما بخليني أحكي فايت ولا دخلت رياكتر بالجولة الأولى ما لحقت أعمل لا إله إلا الله. شو عملت مهمة بالرياكتر؟ شرف أمي بطلع جلطة ما بتخلي. شو المهمة اللي عملتها بالرياكتور؟ بقول له جاوبوا ما عم يخلينها. حلو بدي اقول له انا داخل على الرياكتور لانه الجولة الاولى ما لحقت اعمل تبع الارقام، رح اعملها هلا. جلطة انت اللي تبع الرول بلاي ما نحن. يا عمري انا عم بحكيك. اوكي اول مرة حدا بيضغطنا. يا خليه يكمل. فات على الرياكتور عملت الارقام. اوكي طلعت بعد على السكيورتي، شايفين انه انت الكاميرات شغالة. بقول لك الجسي باللور انجين ما شفته. انا شلون بدي اشوف لك واحد باللور انجين في كاميرا تحت؟ انت ماشي باللور انجين، انت اللي يطلع فوق شوفه واللي يروح يمنى شوفه. يعني اكيد شفته تحت انا ما بشوفه. لحظة شباب، اول شيء هو قال انه انا مش بالسكيورتي، رجع انا بالسكيورتي، رجع هي اصلا الكاميرات مفتوحة. ترى هي جلطة. خلي جلطة بس ثواني. هيك ساوي يعني ما شفت واحد صعد، ما شفت واحد غريب، واحد راح يمنع. أوسم أول ما سألتني وين أنت شو قلت لك؟ قلت لك سكيورتي. أنا سكيب. أنا سكيب. خلاني أحكي كلمة. شباب رول بلاير بالله عليك اسمع، والله اللعب والله اللعب أحلى. ارحمنا يا الله. ولا عمرنا راح نلعبها أربع سنين زي ببجي موبايل. رول بلاير ما في أبشرك. المغدور قرباني. حلو. كل وين؟ لا ما بحكي لك. انا اللي بلغي. لا قول لي قول لي. انا واقف انا واقف. لا 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 لا, لا. عندك. وين واقف عندي؟ ماهر اللي عندي. يا زلمه انا اللي عندك، انا اللي عندك. انا ماهر وجلطه كانوا مع بعض وانا قاعد بعمل مهمه الكرسي، شايفكم بتتحركوا حوالي. يونس ليش تدخلت كيف؟ يا يونس طب شوي اعطينا مجال يا يونس. طيب هسه قلت لك مرتين كثير. ما راح خلص بعرها يونس. اخوان انا ماشي طلعت من اجيت على الادمن، عملت مهمه الكرت، بدي اطلع على الكفتيه، لقيت باب مسكر من الادمن، نزلت من الستورج كوميونيكيشن شيلد، طلعت بالممر، ماهر جنبي. اتوقع ماهر فات على النافيجيشن. جيت انا على الاوتو بدي اسوي مهمه الاوتو، عفوا طلعت للويبون بدي اشوف اذا في عندي مهمه ولا لا، رجعت باتجاه الاوتو بدي اسوي مهمه الاوتو، لقيت الضواو مطفيه. ما شفت الجثه الا شفت زر الريبورت. ماهر كان طالع من النافيجيشن 100%. عملت انا ريبورت. يونس لحاله هسه حكى، انا ما شفت يونس. يونس هسه لحاله بقول انا كنت جنبك انت ومعك. شوف أنا معلم انا كانت عتمه. خلني افهمك شغله درباني. انا عتمه ما شفت الجثه. انا رايح من الاوتو للنافيجيشن ما شفت الجثه الا يلا رجعت، يعني انتبهت حسيت في شيء غلط، رجعت اشيك لان دوير صغيره، فشفت طرف جثه. تبلغ اللي انت مبلغ، فاللي شايفنا كلياتنا والدنيا عتمه. شلون بالضبط كيف شفتنا يونس؟ اذا انا شفت كيف عرفت يا اخي الخباثه ترى يعني فاهمك جينات تيجي بلا جبر صوتك. الكهرباء جلطه كان بيسوي اشي قدام الكرسي اللي هي الدرايف باور هاي، ونزل لتحت، نزل باتجاه الاوتو، وماهر اللي كان نازل اوريدي من عندي من الويبونز باتجاه الاوتو. بس هذا ماهر كان طالع. ماهر لا كان نازل، كان في الويبونز ماهر. انا طالع من الشيلد، ماهر فات على النافيجيشن. انت طالع هو نازل ما بعرف
هو نازل من طب انت كيف شايفنا؟ حلو حلو حلو، انا معك تمام تمام، كل كلامك صح وانا القاتل. طب انت كيف شفتنا اذا احنا دويره قد 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 هل كبر الدويره مش شايفين قدامنا بالموت؟ تشوف هذا الجزء كله، هذا كله قبل ما تقطع الكهرباء، قطعت الكهرباء شفت ديرباني مر من جنبي فقط. أوكي. الجثة ما شفتها. طب ولحظة كيف انتبهت انه فلان نزل وفلان طلع وفلان جنب الجثة؟ يعني يونس انت شايف كله؟ لا 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 كله قبل ما تقطع الكهرباء ماهر، وبعدين لما توقف على الكرسي وتفتح المشن تحت الكرسي يكون الحواليك مبينين. الملخص شنو الملخص؟ انا منه علي شك بيونس لانه هو شايفنا تكريتي والكهرباء قاطعة واحنا متر مش شايفين قدامنا. انا بالموت شفت الجثة بالموت، يعني رحت رجعت ثلاث مرات ادور. أنا لك أتركها فهي تصلح الكهرباء. أنا حكيت اللي عندي وحسموا اثنين تمام، فياما ماهر درباني حلو، ياما يونس وواحد ثاني. يا سلام يا أما يا أما أنت وتكريتي، يعني ما خليتش حضرتك. هو إحنا لا لا أنا تكريتي بالمجبي، يعني مستحيل تكريتي يوصل لهناك ما يلحق. اخ معنا معنا ترى ذكي 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 الولد يا ابنك ذكي يا شو اسمه يا جلطة ابنك ذكي يا سعاد. يلا تكريتي وهكس يمكن بقت تعلمنا صوت هسه صوت اللي ما راح اجي ناتو منه انا سكيب ما شوف ما حاجيكم خرا اخوان. مو يونس، يونس يمشي وياي كان 24 ساعة يسوي مهمات. محبوب محبوب موجب الخواطر، ترى انا ذكي صرت محترف ممكن اخرع على الفاضي بدون فرق. يا اخي بين ماهر وذربان بين ذيك اياها ذيك اياها يونس 2000 مره حبيبي اذا مو انت القاتل انا بفهم شي شيء. رول بلاي رول بلاي رول بلاي يلا بعد واحد ما دخل يلا صلوا صلوا على النبي يا اخوان صلوا على النبي. ترى ما شاف لي جلطة قاطع الكهرباء انا والله العظيم شافها يا عمري والله العظيم ما شافني يلا والله العظيم شافها ورحمة ابوي ما شافني ما تحلف بابو وعار ذنب يا اخي تحلفش براس بناتك بقول لك قاطع الكهرباء دوب يشوف 2 سم مالك مقطوع مقطوع قاطع الكهرباء يا زلمة وانا عرفت كيف ادورها على على يونس بس ماهر انا شفتكم انا كنت شايفكم قبل ما تطلع يونس ما شاف يونس يا عم انا قاطع الكهرباء ما انا قاطع الكهرباء صحيح صحيح جلطة قاطع الكهرباء يا جلطة ما بتشوف الا سانتي وانا وانا ادعيت ان انا مو شايف انا ادعيت ان ماهر شافك على الدوار انا شفتك يا عمري يا عمري انت ميت انت ميت ما بتقطع عندك الكهرباء يا زلمه والله العظيم شافك بالدوايره لك انت كنت ميت ولا عايش انت كنت ميت ولا عايش انت ميت ولا عايش بس جاوبني كان ميت جلطة يا جلطة الكهرباء بتقطع عند الميت يا شيخ مالنا يا عمي شاب بس انا يا عمري ما بيشوف ما بيشوف يا زلمة شوف انا اللي حكيته الدائرة اللي صارت السيناريو اللي حكيته هو صار هذا قبل ما تقطع الكهرباء انا اخر شو اشي شفته قبل ما تقطع الكهرباء ديرباني مشى من جنبي بس ما بيشوف جلطة مصغرين الجسمه المصغرين الدائرة كثير يعني لما تقطع كثير الكهرباء دوب تشوف اللي حواليك فأنا لعبتها صح أنا ادعيت أنه أنا مش شايف وقاعد ألف وارجع على الجثة أدور صح. عليها صحيح يعني. والله ماهر والله هاي good point لك والله لا بالعكس أنا ادعيت أن أنا مو شايف أنا لعبتها صح جلطة ليش أنتوا ما بتردوا عيب والله لا جلطة ما بصير تحكي بس لما درباني شاهد لك يعني ما توقعت
لا انا شوف يعني انا ترى كميه الخباثة مو شوي. انا شو قاعد اقول له؟ قاعد اقول للديرباني ان انا زيه. انا متخيل منظوره انه هو مو شايف. قلت لهم اكساوي اكساوي من البدايه. في ناس بيقولوا بليكود نيم زي عمر. احنا هم هنقص مش قادرين. جلطة ما بصير. جلطة سلا بتقول لي وراس امي كذا اقول لك لا بزبطش يا جلطة مالك. فيش حدا في الصوت. فيش حدا في الصوت والله. بحكي مع حالي. حلو بحكي مع حالي. يلا تيجي ماهر.